قالت الفنانة غادة عادل أنها تستعد للسفر إلى الجونة لقضاء أجازة تمتد لأسبوعين، بعدها تعود للقاهرة. وأضافت أنها سعيدة بردود الأفعال التي تلقتها عن دورها في مسلسل سرايا عابدين، مشيرة أنها لا تهتم بالانتقادات التي طالت المسلسل، قائلة: أهم شيء لدي هو انجذاب المشاهد للعمل وإعجابه به. مسلسل سرايا عابدين من بطولة يسرى ونيلي كريم ونور وقصي الخولي وداليا مصطفى ومي كساب، من تأليف هبة مشاري راشد ومن إخراج عمرو عرفة. في ست جديدة في حياته، دلالة الخديوي ممكن قلبه يحب أي امرأة جميلة، إخلاصه لاثنين فقط، مصر وأمه. أنا عشان جلالتك ترتاح ممكن أتحالف مع الشيطان. ما تأمنش لحد يا فؤاد، كل غرفة في القصر ده بتتحك فيها بقدر. عايز أقولك حاجة، بس لو نينا عرفت ممكن تموت فيها. أنا حامل.